بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ميكا قد جرني مقدمة الأربعين النووي، أربعين كان مقدمة السياق قد جرني. قال رحمه الله تعالى شيخ مبهري مركز قواد الله كتابه أربعين ذا مبهري، فأول من علمته صنف فيه عبد الله أنوار ينكريري، ثم محمد بن أسلم الدوسي، العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي ممكن صفته الرسوليه شيخ نسبي زين النسوي تفازله، وابو بكر الاجري، وابو بكر معلم اسماعيل ابراهيم الاسبهاني اما الاسفهاني مقال لنا لبض اسماء قبول الاسفهان بالفاء اما اسبهان بالباء لبض بالهرني، والدار القطني ابو الحسن الدار القطني، والحاكم ابو نعيم عبد الرحمن السلمي، وابو سعيد الماليني، وابو عثمان السابوني، وعبد الله بن محمد الانصاري، وابو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون، خلائق فربضا يا كتاب ربعين قرتي من المتقدمين والمتاخرين، ذاتك هر ذاتك دم بالله. وقد استخرت الله تعالى الهي يا مي ويدي سيدي خيار دور الشيخ الهي ويدي سيدي استخارة معنى جوا طلب الخيار أو طلب الاختيار شيء هذا دور داس إن إلهي كين دور شين طلبت أنا مصلحة إلهي كسر الدنيا آخر. وقد استخرت الله تعالى إلهي دور ش طلبتي لابد أن كان خير كينس إن دور في جمع أربعين حديثا إن أنا كل مي أفرتم حديث اقتداء أنو كديدو بهؤلاء أئمة العلام أي مثلاً ووين أنو كديدو وحفاظ الإسلام وبهؤلاء الحفاظ يعني ما ري اقتداء أنو كديدو بهؤلاء الأئمة أي مثلاً تنغي ودت كدين تي إمام نمذ كدي رواية أنو كديدو أي مذي العلامي مشهور كائن أساسي اللغة العربية عالم ما لري بور لير بور لير وين بور تم لير لا قارع ويا مقاشة ما لري عالم لري مركون مرقال عرفنا سو بيجرينا بور تذكر شيء دبلك شيء تجري ما يلهرين نار على عالمين يلهرين أي على جبل شاهق وبور لير كرشة ثم ما يستعماله والقصد أن تي عن إيه الله كسم ومشهور يلم يستعماله على هؤلاء اقتداء نقدر بهؤلاء أيم أيمذن أيمذي على علامي مشهور كايت عن كايت إيه هو حفاظ الإسلام أيمذي هايتي عن إسلام إلى اليوم إلهي إسلام إلى عليه بالتعليم والتعلم والنشر والدعوة إليه والعمل أنت أزينك كعمل فلان. وقد اتفق العلماء علماء مصرنا على جواز العمل إن بناؤتين لك عمل فرق بالحديث الضعيف حديثك الضعيف إنك عمل فرق في فضائل الأعمال فضائل الأعمال إنك عمل فرق بناؤ لأن الشيخ مي إليا حديثك إيد أن مي يهمر نقدر لكن ما لري متيع حفظي أفرطون حديث بس إليا حفظي على أمر ديني هذا بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء ما إلى ما أكو سارة ما نتقي أم سوق الأجر جماعة الفقهاء هذا يعلم هذا قريبا شيء ما كل فقيه عالم ما وليس كل عالم فقيه وفي رواية بعثه الله وسارة فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء مهراس وكنت له وكنت أنا هذا أنا رسول الله محمد له لحافظ الأربعين لأن أربعين حفظ من هذا شفيعا وشهيدا شافعا كون إرجيو أخي عريو إيكو مركبنا هذا
riwaayad ibn Mas'ud maaraasi qila law min aray udkhul gal min abwaabil jannati shiita jannada albaabadii sidna kifaas aad lagu gal wa fi riwaayad ibn Umar min baan kutiba wal qara fi zumrat alulama wa ushira fi zumrat ash-shuhada hadith kam markum taas riwaayadood la may la gaareen wa tafaq al-hufaz ala annahu hadithun da'if hadith da'if wa in kathrat duruquhu duruqu insan badan nafsadii magaysinagda حسن لغير مهجيز يلا هي حديث قد بروق زبانته بروق باس دغه كل سو نال غور اس هدير الحسن لغير هدير فحديث وانا حسن ابو مركز مركز لكن اي مد ما يذكرنا راي ان لك على جواز العمل بالحديث الضعيف انت لك عمل فلا في فضائل العمل لا في العقائد ولا في الاحكام حديث الضعيف كما عمل فلو عقيده iyo ahkaamtu ma gaamad tan mere laga xukun la ka fuliyay waan ma leeyahay degsede hadii dhaif ah madiyas mamnuu la qul fadhail amale go baba lay buutas fasta biqul khayrat eh kabinaad wa ma'a hada igu taas bi jirt فليس اعتمادي عسكتي عسكشدي ما على هذا الحديث حديث كان ما ولا عسكداي وانا فرتونك حديث كان 40 كان قراي حديث عسكيس ما بل على قولي صلى الله عليه وسلم يعسكداي في الحديث الصحيح حديث صحيح قررتي ليبلغ جيسي الشاهد كان حد غوب جوج منكم حالسي كميدي الغايبه كان مقم جيسي حديث كان اساسا وحديث دهر رسول صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بنانك عرفك جيدي بقول كون صحابي سيد هذا الله بقول كون قفل هذا الله ليبلغ هكيسي الشاهد كان هتره منكم يسينكم ماذا الغائبة كان مقوم إن شاكوه مركون هل حديث ليه هديه قد بيذبه يعني امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضاس غضبكم إيوه قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله عليه النور امرئ انقف سمع لي مقالتي هذلك يديه فوعاها ويليه حفظيه فأداها قدبيه كما سمعها سوسا ديه ان قدبي فأداها قدبي بمعنى قدبي ذات كان قدبي كما سمعها سوسا ديه وصولنا قدران ولنا قدمان تقديم التأخير والبنك الصوبية لأن الفاظ رسولك الفاظ النبغة دوره فاس جيك مهني ديرتي سدي سنغري مجر الفاظ لفظ عربي هان لك عيار كرم أتهان وراسي بارك الله لكم بارك عليكم أقرام دين بارك الله لكم لهريك رأي nabag meerne mes bilanga di dirjay le re bilanga ye gaalad da tare barum hadis nabana gaalad raal gidinte la ngaraay barakallahu laka baraka alayka ya qorbt kine badan sheeg anat manad hambalay walay lakum alakum meel ku guraay meel hadis rasuulka ye la ciyaara gender balance silangil alay daradi din homo may gaalo gumide السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هذا تعالى اي قدرت مثل السلام السلام الله عليكم ورحمه عربي كذا يتمت نبغ اجر القولايم نبغ ما يقول ورتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سنبغ نراين ان عربي يتي الفاظ الفاظ نبوي اول سكست ادلي خير اسدافي اسماء ilaahay min markas aan saaro doon dad doomajeeyo diinta ilaaliyaan qoldu markay rasuulka allah sallallahu alayhi wasallam ummatay boqol kisna kasma aan saaray ilaan diinta cusubaayo ala raasi kulli ma ismay jadid laha diina diinta cusubaa diin cusubaa kalma jarto diinta diinta laha rasuulka ba sharxay bin tajdiid kale sheegay mi yanfauna tahreef alghalin وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
mujaddidiinta sidiyasa qabdaa dadka onatay quluuga sameeyo wala quluuga soo beena tirtiraan taariif kale kan shaamay quluuga ma kumida muddo tir ma kale ma asmi arjani gay kun dugsiileen huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfirati wa ahlu jannati wa ahlu kariim wa ahlu jannati wa ahlu kariim inta qatar quraana yusay mathalan mujaddidiinta meel ku saareen امتحان مبطلين ضد بعض ولا يشهدان التاويل كجاهلين فسرك الجاهلين تسارين يوم جينا غضب سيدان مرق الشيخ رحمه الله عليه والفيلسوفي عاديا سيدان يوم الرسول كفير نظر الله عليه افتيمي امرئ انقف سمع بيجي مقالتي هذا الكي فوعاها حفظي والي فاداها جدي ايركورد اما فاداها جدبي dadka kala bare kama samicaha si sandeeg bas suma in ulama in marqumay kala meelo hoos qoyo hadiid geeray balighu anni ulaw aya maras hal ayad baad ogeysi laakin musun gaamel ku fadhay isbarri in gudbi mina sahabati may kumide la rasuulka hadiid leey guri sheegi hadiidkas tabartis kullama leey guri ku sidaa guri fa waaha kama samicaha ثم من العلماء منكم اذا من جمع ال40 40 كلمه في اصول الدين دين اصوليه توحيد قال جيد ايمان قال جيد اصول الدين وبعضهم في الفروع فروع ذلك جمعيه وبعضهم في الجهاد جهاد فضل وبعضهم في الزهد وبعضهم في الاداب وبعضهم في الخطب افرتم حديث حتب القرايده ده الجزائر يتمي قرين حديث 40 الهرم او كسابسن في تعظيم الدماء المسلمين دماء بيسك وكذا كوكل حتمي قري كتاب 40 بلا عليك سابسن في النساء بس في احكام النساء ال40 ما يجسابسني في احكام النساء بس شيخ ولكن شايوم وكلها مقاصد صالحة كلها ومقاصد ونكسون بس تفيلو ثم من العلماء يكون مذا يا رازيان ثم من العلماء يكون مذا من جمع يا رازي كريم مذا من هو كان قرن ذاب قلده ثم من العلماء يكون مذا من جمع من عالم جمع الأربعين كل من في أصول الدين كل من دين أستلجل وبعضهم اي بعض العلماء في الفروع يك جمعيا وبعضهم في الجهاد جهاد وقدرا وبعضهم في الزهد وقدرا والرقائق وبعضهم في الاداب حق اداب اخلاق وبعضهم في الخطب وكلها ضمانتيو مقاصد صالحه ومقاصد ناسوا رضي الله الى فرعون عن قاصديها دتكس صوبن جسدان وقد رايت انا ما راي يا رازيان را فعل عربي را ارغي ما ارتد لما تومل راي را فيتن وهنو تون را فعيا راي ولا هبتك قرش راي مجر ها مرقوم الى راي را بمعنى ابصر وهنو را بمعنى رأيي انا تنادتي رأيي هايتي قلبك هاي وقد رأيت من رأيي جمع 40 40 الا جمعين اهم كميم سن من هذا كله كان لما عندكم كميم سن وهي تاس 40 حديثا وايه مشتمله كل مياس على جميع ذلك تاس كل جه جمعاس دينت كل جه كل مياس وكل حديث حديث كذا منها من 40 كمده قاعده تواصل عظيمه قاعدوين من قواعد الدين دينت اساسيه وقد وصفه العلماء علماء كثير مامن بان حديثك بان مدار الاسلام اسلام غوريجي عليه كل شيء او نصف الاسلاميه او ثلث الاسلاميه او نحو ذلك والى مده شيخ مجري وقد رأيت أن ما رأيي قوان سدي
جمع أربعين أربعين من جمع أهم كمية مسلم من ذا من هذا كله أنت علماء هالشيء دلهم كمية مسلم وهي أربعون حديثا وفرتون حديثا مشتملة ووزوا على جميع ذلك على جميع ذلك ما يجي أصول الدين فروع الدين جهادك زهدك آدابك رقائق كلها كساسة مشتملة ووزوا جمعية زوا على جميع ذلك تعلم الدين وكل حديث حديث كسوم من آية كم ذي قاعدة توقف دي قاعدة جن أما الصل يقف دي قاعدة سو عظيمة تنوين من قواعد الدين دين قواعد دين سج قاعدة أساس كله ذي بروك أساس ملها أساس قاعدة له ذي وجنت وفيد لك إلهي سبحانه وتعالى مبرئ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت القواعد من البيت أي أساسه يدك جيد مركز دين قواعد أساسي وين كفرين وقد وصفه العلماء وكتل معنا بأن مدار الإسلام إسلام يجب عليه كل شيء على هذا الحديث أو نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو نحو ذلك ثم التزموا أنا ما لازم سدي قوان سدي في هذا الأربعين أربعين كان كمية في هذه الأربعين أربعين كان كمية أن تكون صحيحة تقيات يقوان سدي الصحيحة ومعظمها بعض الجنة في صحيحي البخاري ومسلم بخاري ومسلم صحيح بين قوسين وأذكرها عزة معذوفة الأسانيد أسانيدين حفظ سنتين ليه سورة سينفوض هذا حفظها مثلا حديث كان يقري عمر خطاب الجاه وقل بالله أكبر إمام النووي سنة إمام بخاري سنة والتريكو لكن مري سنة مش شيء قوي صحابي بس الديوان لما لي شيء قوي بديك كتابة أو مختصرات مصادمة ما صحابي قال لي شيء قوي قصبوا صحابي اللي هو أنتن علماء الدواوين أيها ويريسون كتابي كديوان قري بخاري مسلم أبي داود الترمذي ابن ماجه نسائي بيهقي أبو يعلى الموصلي بقر برقان بقر إيش من رواه من علماء الدواوين حديث رسول كل جو ديوان قال سنتو المضمون بالله مرقم أي قرين رواه دار قطني صاحب الديوان كده مثل صحابي لو ما يلي شيء لكن سنة كبر قويين ثم التزموا ما لازم سيدي في هذا الأربعين في هذه الأربعين أن تكون صحيحة تنيها ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم إياك يا الله لكن يظلم بخاري ومسلم ويرين أقدر حتى أربعين كتاب عند طول الحكام كلها رام لأن كان اللي في ما لازم سيدي استلزم ماذا على أن تكون مما اتفق عليه شيخان والبخاري مسلم إسقاف من هذا شنبول حديث ليه ما يكلا والبخاري مسلم إسقاف عن جمعية كل جو أريك الأراو محمد فؤاد عبد الباقي كتاب شيء الأراو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أفضل وكتاب أنك صحيح سمع الصحيح الكتب صاحب أبي جمرة متن أبي جمرة كسون مؤلف شيء ميقو عنصدين إن أحاديث كل جي مما رواه البخاري هذا لما بول سألون يفر حديث ما يكشر ده مؤلف مركب الألف هذا شرده لقاعدة ما يكشر ده قاعدة إن أحاديث يساقو ميري في متن صحيح البخاري أما الشيخ ساز مكانس معظم جي بخاري مسلم لكن علمه كلا ولا وقاعدة ماها إمام الدارمي وكلا أرقدونت إمام الترمذي أرقدونت أي مكلا أرجعت وأنت معي، لكن سبحان الله ما جرى ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم وأذكرها عزة معذوفة الأسانيد ليسهل سنفوض حفظها ويعم وأنا عمم الانتفاع بها إن لك انتفاع إن شاء الله تعالى بيلا مرقم إلي وقالي هذه أربعين نوية فرطيلة محدث هذا حفظي علمات تتكوى عليه كرت أو أفرطنكم حديث بعد برد
ilaahay inuu qabsado goorta oo ilaahay inuu qabsado faa'iido uu ila keeno naftabid baa dii goorta dadkana diin ishaa goorta wacdi goorta kifaaya bilaaw faa'iido marka may ka eray waadkuruha maxduufata alasaaniidi liyashula xifduha xifdigaas infuuda meelo marka la suriyo marka aan may dardaarmay gaaraan dadka da' yarta hortay fidhi in dadkii oo saaxiibadeeba in cilmigan xifdiyaysan xifdiya yeeg wala xifdiya korta lan wala xifdiyan culmo ma saaxiibo raxbiid beedku ma kale faxfad fa kullu xaafidin imaamu xaafidasin lan culimadu kumid ahay jeer iyadoo lan qorday tuuga dhaadka kale kitaab is qabsatay isii yar meegu baasee wala isina lagu maan hagoor qoraa inta kale meel oo intele wala hagoortay galbaga balma ka jaro tuugi yarada diiman bana meeri danti la tan baa sheekh aan aaday markaa wala xifdeen الحافظ الألباني بدي حديث حفظ سنة قرشيت كتلك عليها هيت لحذان سن مرجي يقول ماذا يما كاتبتي كتبتك دي بلو مرامكم ونات كتاب عن بنك أكري سدان حافظ الحجر كريكو سدال يا إنك التاو برضو والحك حفظي إنك تلك والحفظين تحك برض لأن والحفظين تولا برضو والحفظين تولا برضو kubad masqanta ma indeer gurus iyo wal xifdi boqol milyan kun milyan bilyan la rama kun bilyan trillion gb masqanta ku inta wal kas xifdi qot mi muriga atla ma gb may gura masqanta wal leedo ma adleen kullama ada wal xifdinta bartona ma inta u bardaas in wal kas xifdi marka miilas una la waan in sheegay malayn ee admiliin isna laga tani bas in sheegaa in walaan xifdiyada waaj arbinka toon dama in isna hukumatan hol fadhi adduun muslim dadkan ka guuleysay Mauritania shanqiid madana kitab la akreen xifdi sana ma jar wala ku baalig Bukhari ilaa ibn Majah wala ku baa maal rigid sanad منهاج كو كلاته الامام النووي ما هان غابي محرر غابي سلين حفظي مركب قضبك حفظنت اذن كليدنا حتى بلاوان اسم بلاوس انا تي ولبا انا تول حفظي كورنا اون رغا انت ديري سين ديرين له ليسول حفظها لك ويا عم ونعم ود الدير تعميم ما له ود الديرو ويا عم ود الديرو الانتفاع بها هي الانتفاع ان شاء الله تعالى ثم اتبعها ما قدوجي بباب باب في ضبط خفي ضبط وكوبيد الدايون ولا هي كلمه الضبط قبشله باب ضبط قبشه اما سكنك غوي اما غلنت غوي ضبط حفظ ولا هي حتى ما يجي جيده kelimadu haddii inta ka qoranta carabi ahaan aan fahmaan in la shaqal markaas soo deeri doon labdiga oo soo deeri doonaba arga doon sumaat tabiicu faamay gudabjay bi baabin baab fi dabdin khafiin wa koobid oo qarsoon ama qobasho oo qarsoon alfaadiyan khafi dabdin khafiin alfaadaha alfaadiye qarsoon ay kelimad carabiga ma jira kelimad oo natay in la shaqalan baa si kale ka fahmaan ma jira waayan baa imey aboona le kulli raaqibin fil aakhira lankas aakhira fadaw lankas aakhiri jeel kelimada raaqib ah hadii fiiku dambayd waa mahabba hadii aan ku dambaytuna waa karaahiyad hadii labaduba ku dambayneen waa rabitaan markaas le kulli raaqibin fil aakhira lankasta aakhiri jeer iyo raasiya ma jeeran gaba siray fiigu dambeeyti li kulli raaqibin fil aakhira
لنقص آخر الجيل أن يعرف هذه الأحاديث أحاديث ثاني يسكس بني آدم يسأل الدنيا إنجيل هذه آخر إنجيل هذا فن يا شيخ ما يبري جيفتون الدنيا لنكي بجيل جير لي كمودو لكن بجيلو جيل شنو مودو نجحيم سيرو يا جيف يا كتمام يا جيف بكتي لرمه جيف تو نبغى بكتي كتمام ذات مي وارك بكتي مرجع قال تمر نبغى ما نبغى بكتي مي ثاليد جيف تو الدنيا لكن بجيلو جير لي كمودو لكن بجيلو جيل شنو مودو جحيم سيرو مرجع لا بد ان اخر الجيل لكل مرقوم شيخ هذا الهضره لكل راغب في الدنيا ما الهضره اي الهضره لكل راغب في الاخره من قصد اخر الجيل اي يعرف اين يسكس هذا الحديث لما لاجل ما كدراديس اشتملت عليه يا حم بارسنتين من المهمات وهي هو مهم كان واحتوت ما يكوبتي عليه من التنبيه برالجين على جميع ضاعات ضاعات الى الامانتين وذلك التأثير ظاهر لمن تدبره لانكفيري وعلى الله إلهي كل شيء هذا اعتمادي تيرسي شدي وإليه إلى الله هذا تفيضي بندق شدي واستنادي عسك شدي ولو إلهي أنسونات الحمد مهد إيو النعمة النعمة وبه بالله أنسونات التوفيق والعصمة وبه بالله إلهي سابتزيا التوفيق وكذا ولا هرمر إذا جار مجرورك ومقدم مبتدئ والتوفيق والتوفيق والعصمة كائنة به بالله تعالى إلهي جاهد وينبغي ما يحبونا أولاها لكل راغب لنقص جيله في الآخرة أن يعرف أنقص هذا الحديث أفرطني لهم حديثه إن شاء الله في اليوم سيدون كل ما قصص عندما تورتين في الأربعين أغري سنين جرم سنين لكن نكتين ليون تميل الرأي دينتك دين سيدي ببركة الأساس أنكو يتمع عباده لكن اسكال نكتين سلام مركم نكتين كيف يكون هذا دونه فلان سنو دونا بقى ايه قايدة اله ايه سنو دونا بقى عجائب تيمي اتا ما اقرينه علمي حكيم بها مكننك كوكا اله حكيم بها مكننك ولا حكيم بها وترداد ويزداد فيه تجملها مرب لك ننك خور لي انزين واس ورأدو نكال حام بها شاكا الكساس هو لك انك نغا دي فاس ورلغة بحيسم للهرين لكن كلامك إلهي هي كلام رسول صلى الله عليه وسلم مر بالك انا قران زين وايه مرك ساش مرك ما الامام الذي دراديه اشتملت عليه امبارتين من المهمات وهذا مهم واحتوت عليه امبارتين من التنبيه على جميع ضاعات ضاعات الامانه وذلك تسير ظاهر ولمن تدبر الانكفيري وعلى الله واو غادي واعتمادي عسكشدي على الله يا هات على هذا دمانه بنسوبياس على لغد عربي على هو بركت وليس لي شيء لانك وردون نفع الشيء هذه الكلمة مثلا لك 100 دينار بالكير ده فلا شيء ما عليك 100 دينار والكوفة ده هرجع سو هو بكلام ما يكلا شيء نسي والأذى تبرني هاينا لأن أذوك أود بنسوكوري جس قلنا إلهي بن أود بن ربك أنا ما وعلى الله اعتماد مرأس قلنا ما يشاهد جرنا قلنا عربت أرلاهم قلنا عصر جرتي ونحن نخير بها دي هايني يجي برتبة طولو لأروا عربكو بوسي داد كمير هنا مركون عربكم بيسك أبو الفيل وكو آنو لأري يسون كبرتانون فضائر يتحول الفيل كنشيل مابلن هلان نافك قارب صدن شغلي بروب yalla ku gaadilik migil bilan fadin hawlo ma hisaabo ugu da arid oroos buu ku baan baheen aan tuu ku baay aridte asa karaade aridii saad dimada soo mul qurbo ku kiya galbiji ka jar batul ala bil mud yar lik arid batul ala batul ala bil mud kun shil ma ala allah batul dimada hayte kun ki ilaahay ka mugu salaam alaykum lambda urji dimlaha ana walan wax walan ka aragay li arabka ma isticmaali lam calaama batul ala bil mad kun shilu ala allah markan
عجائبته لو دعرب الى تقمدت وعلى الله واعتمادي على الله ما على الله مريسي اعتمادك لما قبول الجيد جار مجرورك اذ ظرف قبل هر مريسي حصري فايدين ايو مفعول بيك جار مجرورك ظروفك مفعول بيك قبل هر مريسي ما فايدين قوبد حصري فايدين اي وليس لي اعتماد سواك او كلمه وعلى الله اعتمادي واليه الى الله هاتي تفويضي بندقشدي واستنادي كثير سشدي ولو الى سنة الحمد هذه والنعمه نعمه اما حد بالله ان سنة وبه بالله ان سنة الى قدس التوفيق وافجنت ان صوابك لك وافجي اي والعصمه دور سنانت الى جيك وهاتي أنت أسمعني كلام هذه مقدمة الإمام النووي وليرمي شنطة دقيقة لمن كدري شيخ فدي شيخ مو بلدين إيميل قلم يكتب تقلا شيخ مقدمة ديس تاريخ هاي برد الإمام النووي هذا كتاب شيء بلا وضعين شيخ رحمة الله عليه ما إلى رأي وزكريا يحيى من شرف النووي إلى رأي الشافعي الحراني المري ما قبل دنيا نزبيز بلد tuulumay kala laday nawa leeraw oo tuulooyinka dimashq ku midah ma hada manasi goof gudid deynune soo kelma tuul miga saase hatta bajarta migala dhimatimee lanku maruugo koy ma yare asar ku asar deyniyal kan baayne mid gnaadiye nawa 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 ah gnaadiye tuuludaas dimashq يا كتاب ميلا كتاب شيخ رحمة الله عليه أبترشي مركل ودود ما يقال أي صحابي له رواه حزام من خويلد صحابي له رواه أبترشي قال الحزامي بل له رواه ما يلا الذي لحبول صدق يكو يجري الرسول صلى الله عليه وسلم لحبول صدق يكو معنى جماعته الثلث الأول من القرن السابع قرن التضبة الثلث يهرب له مركل الثلث قرن ما ذي yalla la dhisa waan may dhimaday 670 ilit shajar 670 ilit hadii lagu jeer 630 afarti afar ma fartisha ma baas meelo ka dhimaday fartisha un rubar ka isna ma kokana maayn ana seenada la wato kontum ila mije ورب البلدين ولا كان مقرسدان دات كبيرت وانا كوي شانسين لسين او وين ان جيك اني كوين ولا جران فرت سيدا مرا جيتو برتا فرت ولا جيم فرت لا مجر كنتو لا مجرنات دي الشيخ ما قدرس تو سينما ما نافع قول ما في لا اله الا الله اله دور دي ما ترت ما كرتو ده ilaahay meegu toogan oo nalaa bidbaahi ayna sariita la daraawe may taray ayna subaxa jago habartiska haatir laan sahlan miin warbuuna sidaan alan bidbaahi sheekha meel badan ilmo mansan tuuliska dhaladeena waa iyo quraanka ka baraday culmadii wal ku dhigansay meel ay ka gargurday dimashq is fiilka kalmada sheekh muhiye meega damaysaday ilmo horbilaa ma guursan أولاد هرمدال هرمشاقين أفرطني شانسين كده مثل ما هي كنولة على نفقة أبيه وأمي أي بيلاي أي زي أبشي ولا سيام شو دو ولا لانك شباي بس يبو ليس نغضا يحتو لانك شباي كي يبو سوى المسكو ليين ميلي ولا آماي بعد إشاء الآخرة أرجع إشاء تكذي هالمرع شيء بس نقول كلمة آما وناتو ميقاو شان shaad haan la sheegayna jana koob gowda yaraatii mooskul ka amulan sheegay bas wala nguri kal maama lihbool afartan isagaal markii hijrada maraasiya dimashq galay eeda wala baraday ilaahay u fujiye barakaay culmo badan oo ku barada laakiin culmiis eed man tir badan adam la miga libsan sheekh markii uu
Izzuddin ibn Abdusalam. What is the guy? Well, Hawaii. Izzuddin ibn Abdusalam may marry. Ariki Arabi or Sheikh al Kwame marry. Islam. Galang Nawi, like Islam, Islam. Pop Nawi, Jiri or Lakudin. Make a Sheikh when I do come with I. حاكم كي مسلمين جيجا سحوكو ماي رسول ميلا نولاي ريكا ميلا نولاي دولدي أيوبينت إيو تي مماليكت لكن مماليك دو حكوماي لهراي ظاهر بابرس لهراي يا صليبين تيقول لديقا لماو قان عصر مسلمين تلعج بدنها كالربي نوي ورقت أذغا أنقري إت الله جألك ما يري ما دام في بيت مع المسلمين درهمو ما يحل لك أموال المسلمين بيت مال قد درهم كجار مك حلال وان قروه حاكم كدرف والي دمشق شوقي ورقه قره ما ري سعد دون قبل او مشاركه كغوي لانكاس اذا دره ان الهدلي مشاركه كغوي ما نغري لان علماء ما بجرن الا حاكم كاس مشارس يعني ما أقوله لأن علماء شقي ما أقوله علماء ضدهم بيشارك في المسيحية بس وليد تدريسي نعيد الدين جريدة في الله غير لأن الحكم ما بس بدر في بدن معي ما يلعن لأن كازنا هذا بيشارك وقاعد ضوما لأن كين بعنا هذا هو حتى سيئة رون هذا مقاعد ضوما هذا سبلاف لأن أي شيء هنا هو قاعد بقال أنت مش إنت ولي مين مساعدك؟ لانكو يكو لانكو كان عصده يكو أقول هذا يلا ربيسه يدي سرقة لانك إلهم بريء ما أقول هذا مفيرسه وما يري يحيى ابن الشرف النووي أنا سمعدز أن ديجي بعد ولا يوم بعد أنا هذا أصلاف ما يري جوان ذهبي واتن جيد مقافلة حاكم كما يرهن بار آموسي مسيحة قادر ما ينقادر إن لي وجهي لا إله موري وغير تنكر لنبولان مرمان بي دعسي وده شيخ مي حاكم كما يندر في علم ذا قار كم ذا ولا لشيه قن عصر لا لشيه ما يلا رأي isin culimada ee dowladda ku dhigay baas adag la hanay rooyay mabii korno noo la hadla markii wadaad la halaal u sheekaalays oo si ganacsan walaaqada timayana lan soo ku fado malee wala siyaasad ee makajar wal umuur dunyada is fado malee la minka wala gairuka wala bis daahir may baareen alimtu annaha nasiihata lillahi ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته فهذا فعض عن هجاس مرق الشيخ إلهي من الرأي علمي عليه أني أنفع بسون الله نحرس إزي شرف مدام عظم الدنيا آخر هلسي ونون إلهي سبحانه وميدزان طريق السائل مرسي أنت أسا مقدمنا كذلك حديث انتبه كلم إن شاء الله تعالى أشارك أن بره يبلاو ذا إذا ما أستين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.